Quel écho? Qu'un 4 portable dima pour que le tic-tic ne se retrouve dans une situation où il craque dans une situation jamais allergique au message. Maintenant, tu connais bien la chair, que tu vois le fouque Ouraya, sa majesté, hein? جلالة الملك سيدي محمد طول عمره كي لعب جلستي. المهم اليوم المغاربة كيعرفوا ولا ما بقاش ذاك اللعب يقول لك حنا ما عندنا حتى حاجة ضد الشعب المغربي وما عندنا حنا خوت حنا عندنا عداوة مع المخزن. واحد الصوت غندير لكم تفكروا مزيان ندير لكم الصورة جوج أصوات جوج زعماء. هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ أبدا. ويخطئ من يسيء الظن بنا ويخطئ أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وحنا قلال الخير وطردتهم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله يرحمهم بزوج ولكن كنكم على القاضية. لا لا يرحم بخروبة المجرم. سمع قال لك لا نكن عداوة للشعب المغربي ويخطئ من يسيء الظن فينا انهم ساعدونا وقدموا لنا الكثير. كانت هناك تعليمات ملكيه من محمد الخامس ومن الحسن الثاني اللي كان ولي العهد على ان كل المواطنين المغاربه يتعاونون وكان قانونا مسطرا لمساعده جميع الجزائريين. والى يومنا هذا الجزائريين لهم نفس القيمه التي اولاها لهم ملوك المغرب. المغاربه هما هذا هما حالهم اللي كيديروا كيعضوا ليها يديها كاع اللي كيعاونهم ماشي غير هما لا هما ولا تونس ولا المهم حنا كنقولوا غير كنبينوا حنا كنهضروا بالدليل والبرهان. بوخروبا كيقول لك نحن لا نكن عداوة للشعب المغربي. وكيف يفسر طرد 350 ألف مغربي بدون سابق إنذار والتنكيل بهم وتعذيب بهم ولا حهم في لي بان ولا حهم في لي كاميون ولا حهم في الكيران ولا حهم في البرد واللي مات واللي عاش وداو لهم الممتلكات ديالهم اللي هو مهم. زفتوهم بدون ماضي الماضي ديال الاعمال ديالهم ديال كل ما جمعوه من ارزاق داوه ليهم داو لهم الرزق ديالهم داو لهم الماكله ديالهم الماكله اللي يعيشوا بها سنين داوها ليهم داو لهم الارض ديالهم داو لهم لي زابارتمون ديالهم داو لهم الطوموبيلات ديالهم داو لهم الحسابات البنكيه داو لهم الملابس ديالهم داو لهم السليبات والسوتيانات حاشاكم الدواء ما نقولوش حاشاكم باسكو سي نورمال سي لابي انتيريور. شفتهم كيتباعوا ديال المغربيات وديال المغاربه كذلك كيتباعوا تماك داو لهم الجلارب ديالهم القفاطم ديالهم داو لهم كيتباعوا. هذا الذي لا يكن عداوة للشعب المغربي. هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ ابدا. ويخطئ من يسيء الظن بنا. انا كنذكر أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وحنا قلال الخير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله أن نية المغرب أها معروفة. اليوم الشباب ديال اليوم ديالهم ما بقاش كيدرك هاد الكراهيه وراكم شفتوا في ملعب ديال بالوزداد كيفاش عايروا المغاربه وشفتوهم هنايا المغرب على حسب ما يشاع ما شفت عند الاخ هشام السنوسي ان المغرب الوداد خدات غرامه ديال 70000 دولار هي 70 مليون. ما شافوش اللعاب ديال بالوزداد كيجي خارج من التيران بروفوكا المغاربه ودار ليهم ها حنا ما نبوسوش اليدين. ثقافه ديال مخروبه ثقافة ديال بو خروبة. تحياتي الأصدقاء اللي كيزيفطوا ليا هي وعد شرفي هي الأموال اللي تندفق هنا ولا عمركم ما شفتوها. الدراهم ما بقاوش والأزمة راه هنا والمشاري حبست اون فا بلي لونسي دو لوجمون اللي دا دا واللي ما داش طفرت فيه. حنا تفا خصنا نضحكوا على الواتساب ديال لي زامي كنحييهم كنحيي هشام دوخاني كيزر ديال بزاف الواتساب وحنا فهمتي نذكروا شوف اخويا شوف على شو شوف والله شوف شوف
وصفه حسنا بيش وتبرك رئيس زياد الدولة ديال الجزائر مع اللي كارطون تحلي معرضنا ليه شوتي براسك الرئيس الطبون شوتي براسك هادو لي فيديو كيجيو من واتساب كنحييكم هذا غير باساج هذا غير باساج باش نفكروا الناس اللي كتجيهم غريبه ان يشوفوا كيسبونا هذيك الثقافه والتربيه ديال بوخروبه هل نكن عداوه للشعب المغربي ابدا ويخطئ من يسيء الظن بنا ساعات سمعت هذا الخطاب من الشعب المغربي ساعدنا البارح وحنا قلال الخير قلال الخير إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى المهم في هذا الشيء ديال بوخروبه أنه اعترف أن المغاربة ساعدوا البارح وأنهم أقلال الخير قلال الخير خاصهم يحشموا من المغرب المغرب إن شاء الله هاي على القضية ديال الصحراء لقى بوخروبه حاط ليه الممثلين لي يساندوا اسبانيا ضد المغرب في نفس الطاوله مخربه زيفت المحامين بلا صور بفلوس الجزائر الناسيونال ديال لي زافوكا زيفتو باش يحارب المغرب لصالح اسبانيا فكر على منظر كيقول لك حنا مسلمين ولا نركع الا لله ولكن كيركعوا للاجنبي الذي ليس هو مسلم نساو العذاب اللي دوزت عليهم فرنسا نساو الجماجيم نساو التعذيب ديال 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 عميروش وديال العربي بن مهيدي ونساو كل ما داز عليهم خلال 132 سنه ديال التنكيل والاغتصابات وكيمشيو للمغرب اللي ضحى من اجلهم وغامر من اجلهم وضيع عده مكاسب لانه ما بغاش يغدر المغرب واليوم كيغنيو ليا كيزيفطوا ليا ان بوخروبه كان راجل والموسطاش وكذا وهو كان عايش في المغرب كان عايش في المغرب وواكل في المغرب لا هو ولا بوتفليقه ولا كاع الرباعه ديال لي كلوند وجده الور اللي هضر معاك قول لي هل يمكن عداوه للشعب المغربي يستعرف ويخطئ من يسيء الظن بنا ان الشعب المغربي ساعدنا البارح ساعدنا البارح وحنا قلال الخير قلال الخير انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أنا نتحدى كاع الجزائري اللي دخلوا سينياليونا ويسبونا ويعايرونا ياك بومدين دابا كيقول لكم ساعدنا البارح ياك كيقول لكم المغرب المغاربة ساعدنا البارح وري ليا الخير اللي داروه الجزائريين في المغرب وري ليا الخير اللي دارته الجزائر في المغاربة ما تقوليش راه عندنا خدامة لهي فرنسا دارت خطأ كبير لا فرنسا في ان كروند فوت ان كروند ايغور هومان اي هيستوريك لا تغتفر عليها شنو هي لا فوت اللي دارت المغاربه من حقهم يتابعوها انها دات مغاربه من المغرب وداتهم يشتغلوا عندها في الحقول وفي الميناء وفي الطرقات وفي البناء والاشغال الشاقه ونهار اللي بغات تخرج ما سواتش الوضعيه ديالهم كفرنسيين ويمشيو لفرنسا شنو بقاو يديروا تماك خلاتهم هما مغاربه وخلاتهم بين ايدي الجزائريين الحاقدين اللي ولاو كيسبوهم بالعبيد ويسبوهم بواسل الدين ويسبوهم باللقطاء ويسبوهم بالخانوعين ويسبوهم بالخوافين وبزاف 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 لان انا كنت مع الناس اللي سبوا بهذه الطريقه فرنسا كانت كيتخرج لان المغاربه اللي كانوا في الجزائر لم يكونوا في دوله الجزائر كانوا في دوله فرنسا قبل 5 جويلية سنة 1962 كانوا تحت القانون الفرنسي ولكن بعد معاهدة ايفيان واللي اتفقوا فيها على المغرب ومشات فرنسا ودارت لهم لوطو ديتيرميناسيون ريفيروندوم ايزون اكسبتي ايزون غوفيزي باش تبقى فرنسا شكليا ويبقاو المصالح ديالها شكون اللي ضاع؟ ضاعوا المغاربة اللي مشاو في عهد فرنسا داتهم يخدموا تماك واللي كانوا كيجاهدوا لاستقلال الجزائر وماتوا جدودهم ووالديهم من اجل الجزائر وتم التنكيل بهم ورميهم كالجثث وراء الحدود فرنسا تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه كان نهار 75 بغاو يطردوا المغاربه فرنسا تدخل تقول هذوك انا اللي جبتهم قبل من 62 اعطيهم الحقوق ديالهم ويمشيوا لبلادهم
ما تطردهمش هكذاك، عطيهم رزقهم، قوم الممتلكات ديالهم وعوضهم. ياك عندك بترول والغاز كتعطي غير لروسيا وكتعطي لكوبا وكتعطي لفنزويلا وكتعطي لانغولا وكتعطي الارهابيين، علاش ما عوضتيش المغاربه اللي بناو لك الاقتصاد ديالك؟ علاش ما عطيتوش رزقكم؟ قول سمحوا لينا راه حنا عندنا مشكله مع المغرب، هاكو رزقكم تعويض لكم سيروا لبلادكم. ترميهم هكذاك، تفرق المراه على الراجل والولاد على الام والولاد على الاب والاب على المرت ديالو، وتدي لهم رزقهم وتمحنهم وتقول لنا حنا نان ها لا نركر المغاربه ها نعاودها لك. هادشي هادشي راه خصنا، راه دوماج انايا هذا كنت نقري في الجامعه نعطي للتلاميذ يديروا لي لي تيز، كل واحد يشتهي لي يشتهي لي في هذه الشخصيه. عداوه للشعب المغربي ابدا، ويخطئ من يسيء الظن بنا. ان الشعب المغربي ساعدنا البارح، يعترف ساعدنا على الخير. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ أبدا. ويخطئ من يسيء الظن بنا. يقول لك ساعدنا. أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وحنا قلال الخير. داكشي اللي وقع. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وداكشي اللي وقع. لأن المغاربة اللي نكل بهم وتلاحوا في المغرب، علاش شتو ما باينينش في الساحه الاعلاميه؟ ما باين لانهم اكتشفوا واحد الوطن ديالهم اللي ما كانوش عارفينه وكانوا خالعينه منه، بحالي انايا كيقولوا تشوف المغرب راه تموت شرا وجوعا ومشردين. ساعه المغاربه قام بهم جلاله الملك المغفور الله الحسن الثاني طيب الله تراه، ووظفهم كاملين وسكنهم كاملين 350 الف ربما 45 الف عائله اللي سكنها، وراهم داروا وضعيه دابا ولادهم دكاتره وراهم مقاولين. كتلاقى معاهم كيقول لك الحمد لله الحمد لله، كيقول لك رب شر يصدق خير، داروا فيهم الشر ها صدقوا. تلاقاو مع بلادهم اللي ما كانوش يعرفوها وعاشوا في بلادهم ورجعوا لبلادهم، دابا مرتبطين بالملكيه وبالملك، وعاودوا كونوا، لان المغاربه رجاله كيخدموا، المغاربه كما خدموا في الجزائر يخدموا في المغرب، راه ما كانوش يسعاو، ما كانوش يشفروا، ما كانوش في لا بروستيتيسيون، ما كانوش في لا ديل ديال لا دروغ، كانوا خدامين بدراعهم. هنا كتعرف العقليه المغربيه والشخصيه المغربيه المرتبطه به فين ما مشى. علاش كنقول لك انا الجاليه المغربيه احسن ممثل للمغاربه بلا ما نحتاجوا السفراء؟ عندنا سفراء اللي كيمثلونا وكيخدموا، هادو هما المغاربه. انا كنت في المغرب والوالد ديالي كان كيخدم 24 سير 24، ما كيباتش في الدار الله يرحمه، ما كيباتش في الدار، الا جايبات ينعس غير شويه لا سيست، والله قسم ما كان يبات في الدار بالله العلي العظيم. وكيعرفوه كيجي يدير لا سياست من الزوج للستة وكيخرج يخدم، ينعس ربعة السوايع كان يضل خدام. النهار اللي بغينا ندخلوا للجزائر دخلنا بحال الفارين، ما جبنا معنا والو، ما عندناش الحق ندخلوا معنا حتى ساك. هذه دولة، هذه الدولة يمشي واحد فيها يتسمى ايميغري في دولة اللي ما فيها لا قانون لا حقوق لي غوسوغتيسون، هذه دولة. علاش كنقول المغاربة؟ كنت كنقول لهم هذه عامين ومن قبل كنقول المودي اللي راه تماك يحاول يدخل لبلادو يعاود من الزيرو، يدير بنا، يدير صباغ، يدير زبال، يشطب الارض، يبيع الهندية، يدير اي حاجة، يهرب يهرب لبلادو. المغربي تماك ما عندوش لافونيغ، ميم يشونج لا ناسيوناليتي كيبقى الام ديالو كبيرة هنايا في الجبهة ديالو. Il doit changer le quartier et changer la ville. C'est contrairement à la situation des Algériens au Maroc. Tout à fait différent. Les Algériens au Maroc, ils ne sont même pas connus par le public. Bainama le Maghrebi fi le Jazair, chi'ab kamel ya'rfhom. Chi'ab kamel, dab kamel ya'rfhom. Bainama fi le Maghreb, ma msouqinhomch le Maghreb. Bach ta'rf l'akhlaq dial le Maghreb. Alach kanqoul lek Un Algérien ne pourrait jamais être un Marocain. Jamais de la vie. Et un Marocain ne voudrait jamais être un Algérien. Et même si l'Algérien ne voudrait pas être un Marocain, c'est son droit. Mais nous avons un akhlaq. Akhlaq. Et le Moulouk dit, nous avons un peu de la vie, et nous avons un peu de la vie, et nous avons un peu de la vie.
المعامله المثل بالمثل. قالها لهم الحسن الثاني، قال لهم راه كاين الديسكور ديالو، كان بغينا نزيفطهم فوق الحمير مقلوبين تحت كرش الحمير ونزيفطهم، ولكن ما بغيتش نديرها. وعطى تعليمات على ان حتى واحد ما يقرب لشي جزائري، كما كاينه تعليمات حاليا وكاينه وكاينين دي كونسين باش ما يقربهم حتى واحد الى يومنا هذا. بينما المغاربه كيقدوهم لهم، هما اللي حرقوا الغابه، هما اللي قتلوا، هما الجواسيس، هما اللي في الحراك، هما ها لو ديسكور ديال بخروبه. عند نقول المغاربه في اوروبا، في اسيا، في امريكا، في استراليا، في افريقيا، في الخليج، عندك تعتقد ان جزائري مثقف، طبيب، مهندس، استاذ جامعي، باحث، كاتب، مغني، عندك تعتقد على انه يختلف عن الاخرين. جامي لو فو بونسي كسا. توس يزم بخروبه على تيت، توس عندهم الميم اسبري فوا لو ماروكان بديك الطريقه، كيعلي راسو الفوق والمغربي كيطلع عليه من فوق زعما المغربي راه شي حاجه والو ها، وكيقول لك المغاربه فقراء وبؤساء وكيجوعوا وحنا رحنا بخير. والله ويجي للمغرب بالرب العظيم الا تشدوا صدمه سكته قلبيه، لو كور فا ساغيتي وغادي تباراليزا. رجا النكاز وزحف، جا ضرب دوره هنا وزحف، خليناه يصور، دار في طونجي مال ودار في فنيدق ودار في المضيق ودار في كذا وفي تطوان وتسارى. طونجي مات فين وصل اليوم؟ فين وصل طونجي مات؟ فين وصل لازال؟ راه طلعت حتى للفنيدق هما صحاب، انا كنت البارح تماك، طلعت حتى للفوق لا زون ايكونوميك، ولات مدينه اللي غادي تستقطب تقريبا واحد 500,000 ديال اليد العامله، وكانت الامور غاديه بخير وعلى خير، تماك غاديه بخير. المغاربه ما فيهمش الحقد، ولكن حنا كنقولوا المغاربه ما تيقوش، خدموا بلادكم، وهذوك الدخلاء اللي داخلين عندكم راهم هذوك راهم ما باغينش الخير للبلاد، راه بلادكم احسن بلاد في افريقيا و بارمي لي ميور في لو موند، و دون 10 والله ما غادي يبقى الفقير في البلاد، ولكن ا كونديسيون قراو قراو ثم قراو ثم قراو وتعلموا المهن. ما تبقاش تقرا شويه وتمشي تقلب على خدمه تقول انا ندير غير عساس، انا ندير غير هذه، تعلم المهنه وحاول تكون كبير، تعلم لا سبيسياليتي وحاول تكون كبير، والله المغرب غادي يكون اغنى بلد في العالم. انا ذكرتكم بوخروبه باش نقول لكم لانه هو لا باز ديال لا مونتاليتي، هو لا باز ديال لو مونسونج، هو اللي زرع هاد، هو اللي زرع هاد السم وهذا الشيء. ماشي الملوك، ملوك المغرب تخدعوا وتغدروا وردوا الملك، وكيتصنتوا لهذاك هيجل، هيجل ديال مصر اللي كان تابع جمال عبد الناصر وكيدير الدعايه على المغرب وكتمونوا الجزائر فلوسها. دخلوا لاشين ديال نبيل هرباز، لا فيديو اللي دارها على الكذوب ديال الجزائر، لا فيديو اللي دارها على الكذوب ديال الجزائر اللي كيكذبوا، فهمتي؟ لا فيديو اللي دارها، نعطيكم واحد المقطع منها. عداوه للشعب المغربي ابدا، ويخطئ من يسيء الظن بنا ان الشعب المغربي ساعدنا البارح وحنا قلال الخير. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب الله ترى، انا نعطيكم مقطع من اخر فيديو كنت ليها، ديال فيديو ديال نبيل هرباز اللي كنحييه، اللي دار واحد الخدمه رائعة جدا جدا، تحياتي لنبيل هرباز وتحياتي لليوتيوبر كاملين، أنا ستيب، حاتم رابط، مون كغون تامي حاتم رابط، العالي بريش، البيوي، السلطان شارجان، المواضيع كلهم خدامين، شجعوهم شتي، وكنتبعهم أنا كاملين، وكندخل وكنكومونتي، واخا قليل فيهم اللي كيدخل عندي أنا كيكومونتي، ما عدا حاتم رابط هو اللي كيدوز شي، حاتم رابط اللي كنحييه، واللي كان هو كان كذلك نبيل هرباز اللي كان كان عطى لو ليان ديالي نهار اللي حيدوا ليا لاشين، ودابا راه ريسكي، دابا راه ريسكي، عندها تحيد ديفينيتيفمون، ولكن حنا شي أنا ماشي مشكل، كاين انا ما كنقلبش على عدد ديال لي زابوني، كنقلب على الميساج يدور، راه عدد ديال لي فيديو درتهم راهم دايرين في تيك توك، انا ما كنديرش تيك توك، ولكن الاقوال اللي قلتهم راه دايرين في تيك توك بالمئات، علاش؟ هذا هو اللي بغيتو هنا، الميساج يوصل للمغاربه، يوصل للمغاربه لاننا باش ما يمشوش مراوغين، والمغاربه اليوم راهم كيشوفوا، راه ما كاش ماشي كندرقوا عليهم ولا شيء. هنا
هذه ديال واحد المثل قديم وعنده معنى قوي يمكن الواحد يتأمل فيه باش عمره ما يتغر وباش يعرف أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، وكذلك باش مهما بلغ وصل يتواضع ويسمع آراء الناس فيه ويفكر فيها مزيان ويعرف أن الناس أحيانا ملي كينتقدوه راهم كيستيو ليه خدمة كبيرة وكيفيدوه بوضع الصبع ديالهم على مكامن الخلل العيب والنقص اللي فيه وكينبهوه باش يصلح راسه ويحسن مستواه ويتجنب أو يتلافى عيوبه اللي يمكن شايفينها الناس اللي حايطين به كاملين وهو بوحدو في دار غفلون وغافل عليها. وحيت ماشي دايما النقد كيكون هدام ولا دايما الغاية ديالو هي الانتقاص من الشخص نفسه وإحباط العزيمة أو الهمة ديالو باش يتدفع للفشل، المثل الشابي اللي قصت ليكم واللي كيدوروه المغاربة بزاف كيقول حتى زين ما خطاتو لولا، واللولا هنا واخدينها من اللغة العربية. ففي الوقت اللي الواحد منا كيوصف شي حاجة بأنها طب وقمة في شيء ما أو جميلة أو مفيدة أو كافية، وفي نفس الوقت كيلاحظ أنه كيتخللها نقص ولا خصاص ولا عيب، فكيستدرك ويقول لولا. مثلا كيقول هو كيوصف امرأة جميلة لولا أنها متكبرة أو لولا أنها مستفزة أو لولا أنها حقودة وهكذا دوالك. وهاد لولا اللي ذكرناه هي اللي خضاو المغاربه وسموها اللولا اللي كتعيب الشيء او كتنقص من الكمال. وهاد المثل بالضبط الوقت اللي كنسمعو كيذكرني ببيت شعري كيعجبني بزاف، وهو الشاعر الاندلسي ابو البقاء الرندي اللي كيقول فيه لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش انسان. ومعناه ان الانسان مهما وصل له ومهما بلغ وظن راسو لمس القمه وبلغ الكمال خصو يتاكد انه مازال ناقص ويعمل على اكتشاف النواقص والعيوب ديالو باش يصلحها ويقدر يتواصل مع الناس بشكل احسن، وهو خالي من الشوائب اللي يمكن تكدر العلاقات ديالو بهم. ولكن دابا غادي نرجعوا للولاد الكذوب اللي في خوتنا الجزائريين. يمكن نسمع البعض يقول لي ان البشر كله كيكذب والعالم كيكذب والمغاربه كيكذبوا، وغادي نقول لهم متفق معكم وهادشي بصح، هادشي ما كننكروش والكذوب لاصق بالبشر، ولكن علاش بالضبط كنتكلم على الولاد الكذوب عن الجزائريين دون غيرهم؟ وشنو اللي كيميز هاد اللولا من اللي كتكون جزائريه على باقي اللولات؟ الجواب غادي يكون طبعا ان الولاد الكذوب اللي كتلالي في خوتنا الجزائريين مختلفه على اللي عند باقي شعوب المعمور. علاش وكيفاش وشنو حجتي في ذلك؟ تابعوني بعض الفاصيل باش تعرفوا التفاصيل. لكن قبل الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ما تنساش تدعمني بلايك شاركوا معاه. هذا شوفوا هاد العنوان ديالو ثقافه الكذب التراث الوحيد. كاين هادي وكاين هادي ديال اللي حصلوا بعض الشروط، ما تكونش اعمل بصيره، ما يكونش قلبك كحل، ما تكونش احقادك كتسيرك وتكون كتستعمل عقلك وما عطيش عطله، واهم حاجه ما تكونش مدمن على الشروق والنهار الجزائريتين. اذا كان فيك هذا الشيء كامل ما ننصحكش تشوف الفيديو من دابا، حيت غادي يكون الامل فيك مفقود، لان هذا الفيديو غادي يخاطب عقلك ماشي عاطفتك، وغادي يجاوب على سؤال تطرح كثير في التعليق عليا، علاش المرحوم الحسن الثاني خان ثوار الجزائريين وسلم طائرتهم لفرنسا؟ شوفوا هذه الحلقات راه كنا هضرنا على شحال هادي وراه اللي زابيان تريتي، لان الجزائريين كيتهموا ان المغرب خان دوك الثوار الخمس وكاينه قصه اخرى وداك الشيء لصقوا لي، لان لصقوا الخيانه للمغرب، انما الخيانه كانت عند القاده الجزائريين والكذوب كان عند القاده الجزائريين. ولكن مع الاسف الشعب الجزائري تم ان كون فورماتاج، وكانت ناضت واحد الضجه كبيره في واحد الفيديو درتها صافي وقيلا شي دوزون، قلت لو سول اكسبلوا كا رياليزي لو ريجيم الجيريان à travers l'histoire de l'humanité, c'est d'avoir réussi à formater 40 millions d'Algériens. On a des gens qui ont erroné, ou des gens qui ont été en train de se faire, ou des gens qui ont été en train de se faire. Le chef jazaïri est hors jeu. Il est en train de se faire. 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 Il est دولة هيجيمونيست، سيتادير دولة استعمارية غادي ترجع وترجع وترجع، والمغرب سينا لي زاكور وسينا وعاود سينا في 92 واتفاق الأمة وما هو وما لونها ضد كاع الأحزاب اللي ما كانوش باغيين، وبغى السين مع الجزائر ومد يدو الجزائر. ولعل أحسن دليل وآخر دليل هو ديال مولاي الحسن مولاي سيدي محمد نصره الله وحفظه ورعاه للمغاربة عامة ولعالم السلم والأفارقة بصفة خاصة، لأنهم الناس كيبغيوها أصحاب السلم. قال لهم اليد الممدودة وقال لهم حنا توأم والجسم الغارب
باش جاوبوه جاوبوه بالسبان والمعيور بكل الالفاظ الشينه امبوسيبل ما تقدر تكون حداك بنادم ما تقدر تقتلو الملك اللي داك المعيور اللي كيعايروا به وكذلك الصحافه الرسميه ديالهم ورد على دليل راه هنا داروا الشروق داروا الكينيول على الملك وهذا ودار المعارضه اللي عندنا كتنوض وتهضر على الباس وتهضر على فلسطين وتهضر ما ناض حتى واحد دار احتجاج امام السفاره ديك الساعه كانت كاينه هنايا ديال الجزائر قصد شجب ها بالخصوص هادو اللي كيحسبوا راسهم لان المواطنه ماشي غير تقول راني كندافع على المواطن دافعت على الوطن حقا عندك الحق ديال احتجاج وتدافع على الوطن ديال على المواطنين مقهورين سوا ديزون او مضطهدين او فقراء او باغين يخدموا او باغين عقود العمل او باغين اي او غلاء المعيشه او عن باس فاكسينال ولكن كذلك خصك دير وقفه احتجاجيه لصالح الوطن ديالك لصالح المملكه ديالك لصالح الملك ديالك تنوض توقف ماشي تجي تجري تهز العلم ديال فلسطين وانت كيحرقوا لك الاعلام المغربي وكيعفسوا فوق الصوره ديال محمد الخامس وديال الحسن الثاني وديال سيدي محمد كيرفسوا فوق منها وكيحرقوها لك وكيحرقوا لك مناط عديده العالم ديالك وكيديروا الكينيول بالملك ديالك وما تنوضوش حتى نتوما غير مجتمع مدني صغير او شي حزب ينوض يوقف امام السفاره الجزائريه او امام منتظم دولي يقول اللهم ان هذا منكر هاد الناس راهم اعداء من شر ما خلق الله وحشرنا معهم في الجوار ولكن لا المجتمع المدني اللي كينشر الوعي السياسي الحقيقي للدفاع على الوطن كم لا كيبغي يدافع غير على البطن البطن ماشي هو الوطن انا اضحي بالبطن وادافع عن الوطن فهمتي اضحي بالبطن وادافع عن الوطن فهمتي وشحال من تيجي عندي يقول لي علاش كتبان وخصك تبقى انا ماشي انونيم و جو نو كرين بيرسون فهمتي ما على بالي حتى بواحد انا علاش ما على بالي حتى بواحد باسكو عارف راسي كنقول الحقيقه راه ما كنكذبش على الجزائريين كنقول لهم راه كذبوا عليكم وراه ما كاينش حقرونا راه الجزائر هي اللي هجمت راه الامير عبد القادر ما خدعوش مولاي عبد الرحمن راه الامير عبد القادر هو اللي باعكم هو اللي خدا الكالونات هو اللي مشى لفرنسا يعيش ومن بعدها مشى للبنان وسوريا راه ماشي المغاربه اللي خدعوه راه المغاربه اللي كلاو الدق الامير عبد القادر ما قالش الملك مولاي عبد الرحمن ما قاليش راه عندهم مدافع ومشاو كلا العصا 18 او 19 الف مغربي اللي تقتلت مجاهد مغربي تقتل بالمدافع ما كانش عندنا العتاد المغرب الحسن الثاني ما ساعدش في اختطاف الخمسه ديال الجزائريين راه تشوفوها راه كاينه مفصله عند نبيل هرباس اختطاف الخمسه وكيفاش دازت العمليه الحسن الثاني ما هجمش الجزائر المغرب عمرو دار شي حرب داخل التراب الجزائري بل الجزائر دارت حروب وحروب داخل التراب المغربي لان امكانه راه كاينه 300 كيلو متر لا فرونتيير ماروكان داكو راه ماشي تحسب على امكانه راها 2 متر بحالها بحال زوج بغال ولا بني بوسعيد ولا ربان ولا بوكانون ولا احفير ولا بني درار ولا السعيديه لا راه 300 كيلومتر انتيغيير دي ماروك ماشي في لا فرونتيير الجيريان 300 كيلومتر دخلوا تماك فين تشد تماك شنقريحه امكانه دو بين انزران الزاك المحبس الجزائر ديما دارت حروب داخل واستعانت بدول اجنبيه غير مسلمه ما مطهرينش لقاوهم ما مخدنينش باش تريب المغرب وتجي تقولوا المغاربه خانوا القضيه الفلسطينيه المغاربه حنا عندنا بغينا اسرائيل علاش بغينا اسرائيل؟ لان اسرائيل عندها اليهود مغاربه وما عندناش جيستيفيكاسيون فودوني ما كاينلاش نعطيكم حجج وتبريرات سينوت هذه السياده ديالنا انتوما ديروا انتوما راكم مطبعين مع روسيا سهله تو روسيا دوله ماديه دوله شيوعيه ما كتامنش بالديانه مازال اليهود راه عندهم ديانه كيامنوا بالكتب السماويه والملائكه والرسل بينما روسيا لا تؤمن لا بالكتب السماويه ولا الرسل ولا يوم القيامه كاين ولا ما كايناش نتوما مشيتوا في الصف ديال اسبانيا في فلاهاي نتوما مع اسبانيا سبتوا بليله وجزيره ليله وانتوما ما كرهتوش اسبانيا تاخذ الصحراء وكذلك قطعتوا الغاز على راس اسبانيا وقالوا لها ها هذه اللي قال هذاك جمال عبد ها وجد ها عندكم تعطيوا الغاز للمغرب ها نقطعوا عليكم ها عندكم تعطيو الغاز للمروك عندكم تعطيو الغاز للمروك تقول لي مسلمين فين هو المسلم باغي المغربي يضوي من الحطب كان الحطب لا والو كلشي موجود الحمد لله كلشي المغاربه قادين وناجمين فهمتي نحتاجوا داكشي والغاز حنا ما باغينش الغاز ديال الجزائر حنا قلنا للمغرب
ما بغيناش الغاز ديال الجزائر. ليه فرنسا ما عطات لي صفر؟ ما عطاتش لي الغاز ديال الامريكان او ديال قطر او ديال، ما بغيناش حنا. قابلين انا سيدي نعيشوا بتافرنوت ونعيشوا بالماكله في الحطب ونطيبوا في الحطب ونديروا الخيمه ساكور ونخليوا الضو المصالح الاساسيه باش الشركات يخدموا ونخليوا لهم الضو نضحيوا. حنا المغاربه قابلين التضحيه وما نبغيش الغاز ديال الجزائر، ما باغين والو من الجزائر، ما باين، لان الجزائر عمرها عاونتنا. بالعكس الجزائر كانت دائما تبحث على تدمير المغرب، تقسيم المغرب وتدمير المملكه ومحو تاريخ المغرب، ولكن ما نجحتش. الحمد لله ما نجحتش. وهاد الجزائريين خصهم يعرفوه، الجزائريين اللي كيسبونا ويعايرونا خصهم يعرفوا ان بلادهم اللي جبدتنا. اسرائيل راه ما عمرها ادت الجزائر. الفلسطينيين قال لهم شنو عطيتونا؟ باش غتساعدونا؟ خليونا منها لاسرائيل. انت كتجيبوا السبه فلسطين باش تعاديو مع المغرب، على فلسطين كانت كاينه في 63. فلسطين كانت لافير ديالها في 75 طردوا المغاربه. كانت في 63 طردت 68 ألف مغربي ولا في 75. أجل فلسطين للصحراء، ربطوها مع الصحراء وصيتوا ياسين عرفات تقبضوا الحسن الثاني الله يرحمه قبضوا حي مع عبد العزيز. إذا انتوما باغي المغرب ما يبقاش، المغرب باغينو ما يبقاش. بقيتوا شادين الرسالة، قدستوا الرسالة ديال هواري بومدين. هواري بومدين لقى الفلوس، لقى البترول، لقى الغاز، لقى كل شيء، كل شيء موفر. سي نورمال، سي نورمال كو كو خذ سيرو تماك، سي نورمال كو الشعب كان يلاه فهمت سد عليه وكل شيء موجود. شنو موجود؟ باش ياكل وباش يعيش. ما كان سيارات، ما كانش بيكالات، ما كان ما كاين والو، نش كاين والو. يقول لك راحنا بخير وعلى خير. انا كنت تماك ما تقدر تشري طوموبيل، ما كاين، ما تشري بيكالا، ما تشري وكوستيم، ما كاينش توب ديال الكوستيم، ما كاينش جين، ما كاينش جاكيت كلارك زعفران، ما كاينش. بقاو تكذبوا علينا تقولوا كنتوا بخير وقت بومدين. كان سد عليكم، سد عليكم البرجوازيين كيضربوا فواياج لاوروبا يشريوا داكشي كاع اللي يعجبهم ويدخلوه لبلادهم عندهم دوفيز. والحازقين كي عندهم 30 الف فرنك في العام ديال الدوفيز يمشي يشري سروال ويجي باش يبقى يضرب به في الدرب. وهادشي اللي كان بومدين بومدين. الثوره الزراعيه كذبه، الثوره الفلاحيه، الثوره الصناعيه كذبه، والثوره الثقافيه كذبه. كان هناك تخدير، كان هناك تدجين، كان هناك فورماطاج، ودابا نجح في العمليه. سي بور سا كو جو دي الى غيسي افورماتي تتابع. اما حنا نبوسوا اليدين منذ قرون، كتقول لنا رباكم على بوس اليدين. حنا منذ قرون كنبوسوا اليدين ديال ما هم الذين نحترمهم ونحبهم ونكن لهم الاحترام. هذاك الشيء ما يهمكمش، المغاربه عمرهم دخلوا. وهذا الخطاب موجه للجزائريين اللي كيظلوا يسبونا ومعدين على المغاربه وكيسبوا المغاربه وما كاين حتى شي دوله كتسب المغرب، ما كاين حتى شي شعب في اوروبا في العالم كيدخل في تقاليد واعراف المغرب. كيقول لكم علاش تبوسوا اليدين؟ كيجيو لي زونغلي، كيجيو لي زاميريكان، كيجيو لي فرونسي، كيجيو لي زازياتيك، كيجيو لي لوروب دو لاست، كيجيو لي زوستراليا، كيجيو الافارقة كيعبدوا المغرب. ما كيدخلوش المغرب الا هذا الجار اللي مع من حشرنا الله في الجوار. وحنا نبقاو ديما نهضروا، تقول لي تهضر يوميا انتوما من 63 وانتوما كتسبوا في المغرب، حنا ما نسبوش. فذكر ان نفعت الذكرى فان الذكرى تنفع المؤمنين. الا كنتم مؤمنين كذبوا عليكم النظام ديالكم وخلعكم بالمروك، والمروك لاهي غير في شغلو، المروك لاهي غير في قبو، المروك ما عنده بترول، ما عنده غاز، ما عنده حديد، عنده شويه فوسفات، ما كيسوى والو ديك الساعه الفوسفات، وخصو يعيش واحد 30 مليون ديال المغربي. فرنسا خلاته خاوي، ماشي بحال الجزائر اللي بناتها وعلاتها ودارت فيها طرقات، دارت فيها موانئ، ودارت فيها مستشفيات ولي كار ولي زايروبور، وما خليتوش يخدم. وفي الاخر تقولوا المغرب خدعنا، اللي خدع المغرب هي الجزائر. اما فلسطين فهي غير مصطلح مستعمل لتخدير الشعب الجزائري، ليس هناك اي مساعده او جهاد جزائريين في فلسطين. ما مشاو لحرب الجولان، ما مشاو حرب ضد اسرائيل، وعمرهم واجهوا اسرائيل، وعمرهم داروا حرب من بعد الاستقلال، عمرهم داروا حرب الا حرب ضد الارهاب او لي ولا جي ال ميم ا ايتي كريي بار لي سيرفيس دو رونسينيمون الجيري لو جروب اسلاميك ارمي، باش يعطيو الصوره ديال الاسلاميين انهم قتله قتله وكيديروا سميت لو فيس. اذا هذا هو لو ريزومي. باش علاش نجاوب هذاك اللي دخل عندي وهذوك الربعه دخلوا عندي توتالير بداو علينا حنا وهادي وحنا ما نبوسوش اليدين حنا وبومدين كان خارج فيكم وبومدين ما كان خارج فينا ما كان خارج فيكم انتوما وكان ساجنكم انتوما. اما حنا الملك نعطيو ليه الفوفر يقتل اللي باغي يقتلو. وفقير اوني بور بنبركه اوني بور كاع اللي بغي يقتل الملك حنا متفقين معاه انه يعدمو امام الشعب الى يومنا هذا. اللي بغي يقتل الملك كاع الدعايات اللي كتخرجوها منا ومنا ومنا حنا اون سون فيش با مال.
حنا عندنا اتاشمون مع لا مونارشي. الناس راه دايرين غير حجره زاويه وكيعبدوها، ما قدرش نهضروا معاهم. سين عندهم هذوك اللي دايرين بودا، سين هذوك اللي كيعبدوا الطوبات وكيعبدوا الحناش، سين هذوك اللي كيعبدوا الكوبرا، سين هذوك اللي كيعبدوا العافيه، سين هذوك اللي كيعبدوا الويدان. بانك غير المروك ها، بانك غير مراكش بينك بينهم. وري لي واحد النهار قدمتي شي مساعده للمغرب. حتى دابا كتقول في الاسبان ما تعطيهمش الغاز، والشعب كيقول لك ما تعطيهمش الغاز. الشعب كيقول لك غادي غادي طيبوا بالحطب ودوروا بالحطب. فين هاد خوا خوا؟ فين هو هاد الدين؟ فين هو هاد الاسلام؟ انت جاي مع اسبانيا تقول لي انت مسلم؟ وراكم شفتوا الطبون راس الله مع الامام حداه وما كيصليش صلاه العيد. جون كوا با باسكو الشيعه ما كيصليوش صلاه العيد جو بونس. على اي هذا هو المعقول اللي غادي نقول لكم. راها خوا خوا كلها وشوفها كي بغا، اوكي؟ كلها وشوفها كي بغا. نحن انا بارئ من هذا المصطلح، ما عندي حتى علاقه. انا عشت تماك، كاين الناس اللي مزيانين قلال بزاف بزاف بزاف، ولكن ما يقدرش يتنهد. كي تجيه للصحراء وتجيه المملكه ما يتفاهمش معاك، خوك ولد اختك ولد عمك. اذا كنحييكم وتحياتي لكم وتحيه المغاربه كاملين داخل خارج الوطن. هذا غير ابيل اشاك فوا كي بروفوكيوني، كندير لكم خطاب خطاب تحليلي دليل على انني راني ما غاديش نحيد. ايم ستيل الايف، جو سوي توجور اون في. النهار اللي بغى يدينا راه يدينا الله. راه كون ادينا واحد الرساله اللي هي نفيقوا هذا الشعب المغربي اللي كيتيق بزاف واللي كيظن ان فعلا كاينه هاد خوا خوا وكاينه. لا، ما يحقد ما يكره، ولكن يرد باله ويحضر راسو. اللي بغى يجي هنا من عندهم لهيه يمشي للوطيل يخلص، ما يبقاش تجبد عليه تجبد عليه تجبد عليه وتخلص عليه في الاخر هو راه جاي بروفيتي فيك. لا في اوروبا ولا في الاخر. خوا خوا مع اليهود ومع المغاربه ومع الافارقه ومع كل دوله افريقيه كتساعدنا، واخا حنا ما كتساعدنا غير مزيان لان ما محتاجينش ليهم. حنا كنبيعو ليهم دونو دونو، دايرين القنصليات ديالهم في الصحراء المغربيه. هادوك هما الناس اللي مزيانين وطريفين وكيبغيو المغرب. اما هاد الدوله من نهار اللي سلطها الله علينا، فرنسا صوبتها سبيسيالمون بوغ امبيشي لو ماروك دافونسي اي دو فار دا امورسي سون ديفلوبمون او سون ديكولاج بوغ دوفونيغ ان بي ديفلوبي. ولكن من ما يكون المغرب هرب عليهم بسنوات ضوئيه. تبارك الله عليكم، بون فان دو سواري. تيك 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 اتلانتيك غادي اخرى. رحنا غادي لقطر، رحنا غادي لقطر وتهلاو لي جميع مكونات اللي داونا لقطر، ما تنساوهمش عندكم. تنكروا اللعابه حشومه حشومه، لان بغاو يجيبوا شي لعابه اللي ما ساهموش في هذا التاهيل. راه ما كانش ديك التليفونات، الناس ضاربوا خليو الدراري. حنا ما باغيناش كاع، حنا كاع لا يدوزوا الدوزيام تور. وصلونا لقطر يمشيو يفرحوا في قطر، هما اللي وصلونا. هذوك اللي ما وصلوناش يبقاو بلاصتهم. راه كانت عندهم شونس ديال دو كوب دافريك وما داروا والو. دو كوب دافريك ما داروا حتى حاجه. هادو حتى من المدرب، انا واخا ما نبغيش العقليه اللي كيحكيو عليها، المدرب داكشي اللي داروا معاه قال لهم انا راه فوت البريمي تور، فات البريمي تور ديال الكوب دافريك، وربما كان معاهم لو ان كار، ما وصلش لان كار لان وقعت امور. اما الكوب دافريك راه وصل، راه مشى لكوب دي موند. وما نبخسوهاش، ما نقولوش راه لعبنا دول سهله وكذا وكذا، هضره خاويه هذه، هضره خاويه. تبارك الله عليكم. ورحنا غادي لقطر، الى قطر رحنا غادين، الى قطر رحنا غادين، رحنا هنايا مازالين. تبارك الله عليكم.